اركب. ايوه يلا سيدي. حاسب راح بقى واحده واحده كده. يلا هات الاولاني اهو. طلع ثاني. يلا ها بالراحه 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 بالراحه. ايوه ايوه لا 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 شفتي بالراحه. ايوه اطلع بقى اطلع. صغير وبعدين راجل غريب وسطيكم. هل النجا زعلانين على الكلام ده؟ ده قريب ده قريب بابا. سلمى في ايه؟ لا مفيش. نزوك عايزين ايه؟ مش عايزين. يلا دلع يا حسن. ما وحشتك؟ وحشتيني طبعا. هو مالك بتقولها زي السن كده ليه؟ جاية. تسلم ايديكي. اتفضل. ما جبتش كبريت؟ مش لاقيه جوه، دورت عليه. انا هجيبهولك يا حسن. مش تقوم تشتغل معانا؟ تعبان يا وفاء. تعبان من ايه؟ انت بقالك مده ما بتعملش حاجه. لا يا وفاء بقولك تعبان. الاكل حمي على قلبي. الاكل برضه اللي حمي على قلبك؟ قصدك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس. هي لازقالك كده ليه؟ ها؟ الكبريت الله، ما هو ظهر الكبريت اهو. امال مدوخيني جوه عليه ليه؟ مخبيه كان في جيبه. اتفضل. عزة يلا نخلص الشغل اللي كان ورانا حسن. الشمس قربت تنزل. يلا دلوقتي. مش جاي لي نوم. لانك مخطوف حبيبتي. مالك انت تعبانه؟
متضايقه شوي. من ايه؟ الناس بقت تجيب في سيرتنا. الناس بتجيب في سيرتنا؟ بيقولوا ازاي نعيش مع راجل غريب؟ مش هما برضو اللي ما كانش عاجبهم اننا عايشين لوحدنا؟ خليهم بقى يقولوا اللي يقولوا. يمكن ما يهمكيش الناس دي. طب انا؟ انا كمان ما يهمكيش؟ قصدك ايه؟ لما تلاقيني متضايقه من حاجه بيتهيألي يهمك. طبعا يا حبيبتي. ماما انا مش قادره استحمل القرف اللي احنا فيه ده. قرف ايه يا سلمى؟ وطي صوتك شويه عمتك تصحى. عمتي؟ عمتي عند البيت اللي بره. حسن يا خولي لمين بغير يا حسن؟ بغير يا حسن؟ ولما بغير ما بعرفش اتلم على كتير يا حسن. وفاء انا ما كانش جاي لي نوم وحسن كان صاحي قعدنا نتكلم شويه. مش غلط انا اصلا اسمعيني وفاء، انا بحبك، بحبك وعايز اتجوزك.